السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة حلوة قوي للبيتزا الشرقي من غير عجين، يعني هنستخدم الجلاش زي ما عملناه قبل كده بالظبط في الفطير المشلتت والفطير بالكاستر. الطريقة كانت ممتازة قوي وكتير من المتابعين جربوهم وبرضو طلبوا مني إن احنا نجرب مع بعض البيتزا الشرقي. هنستخدم برضو في طريقة النهاردة الجلاش، يعني نفس الإضافات هي والطريقة هتكون سهلة وبسيطة. هنعمل خلطة دلوقتي ممتازة هتخلي الجلاش مورق وطري وجميل جدا. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول ونحضر في الأول المادة الدهنية. مش هنحتار في اللي موجود عندنا، يعني عندنا سمنة، عندنا زبدة، عندنا زيت، أي حاجة من الثلاثة نقدر نستخدمهم. ممكن اتنين مع بعض نستخدمهم أو واحد بس، يعني حاجة واحدة بس. انا عملت ميكس ما بين الزيت والسمن البلدي والزبدة. هحط مكعب زبدة وبعد كده هحط الحاجات دي على النار، على نار هادية عشان تسيح. وبعد كده هحضر الخلطة اللي هندهن بيها ورق الجلاش. الخلطة دي هتكفي للفتين من الجلاش، اللفة الواحدة وزنها 500 جرام. بحتاج فيها لكوباية من الحليب وكوبايتين من الزبادي. الخلطة اللي انا حضرتها علشان اعمل الفطير المشلتت كان الحليب اقل، كان نص كوباية. كنت محتاجة الخليط يكون تقيل شوية لان مع الفطير المشلتت انا مش عايزة اضافات، كان سادة، فكان لازم تبقى الورقة طرية قوي ويعني ليها قوام كده مختلف. الفطير الشرقي مختلف شوية، هنزود كمية الحليب يعني كوباية، كوبتين زبادي، وهنحط معاهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. بس هنا بقى في الخلطة بتاعت النهاردة مش هنستخدم السكر البودرة، احنا هنحط زيتون وجبن وحاجات كده فمش محتاجين السكر البودرة. هقلب كل الحاجات اللي حطيتها في الطبق دي مع بعض. الزبدة ساحت، هنزل بكمية كبيرة منها مع الخليط. المادة الدهنية هنا نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين، نحط كمية كتيرة، نحط كمية قليلة، دي حسب الرغبة. قلبتهم مع بعض والطريقة دي سهلة قوي، مش هتخليني ادهن الخلطة مرة وبعد كده ادهن المادة الدهنية مرة، لا احنا كده بفرشة واحدة هندهن ورق الجلاش مرة واحدة او في خطوة واحدة، وهتبقى المادة الدهنية مع الخلطة مع بعض. يعني هنوفر وقت كتير قوي في خطوات الدهن. انا استعملت صينية مقاس كبير، دي هتاخد لفة كاملة من الجلاش، يعني هي لفه الا 3 4 ورقات. فدهنت الصينيه الاول بفرشه من السمن وبدات ان انا ارص الورق. في الاول ما حطيتش خلطه مع الورقه الاولى علشان مش عايزاها تبوش مني، لكن الورقه الثانيه بدات ان انا ادهن بالخلطه، يعني فرشه كده من الخلطه، وبخلي ورقه الجلاش برضو حرفها بره. دي نفس الطريقه اللي احنا استعملناها في الفطير المشلتت والفطير اللي بالكاستر، يعني الطريقة هي بس هنستخدم اضافات البيتزا. كده النتيجة بتاعتنا هتطلع برضو حلوة قوي، وهنبقى عملنا البيتزا الشرقي بطريقة سريعة من غير عجين. لما بيكون عندنا وقت طويل وعايزين نستخدم العجينة ان شاء الله هنبقى نقدم الفيديو ده بعد كده، هنعمل البيتزا الشرقي بالعجينة. انا بسيب حرف الورقة بتاعت الجلاش طالعة برة علشان الحروف بتاعت الفطيرة ما تبقاش يعني الورق منها باين، هنلفها علشان تبقى نفس الشكل بتاع الفطيرة العادية بالظبط. ده سبب ان احنا بنسيب الجلاش منه جزء بره. فانا هاخد حوالي 3 ارباع الكمية اللي انا محددها وهمسح عليهم بالخلطة بالفرشة بالطريقة البسيطة دي، ومسحة معقولة، مش عايزين نديها كمية كتيرة من الحليب، الكمية دي هتكفي للفتين زي ما قلت لحضراتكم. الاضافات بقى دي برضو حسب ما احنا عايزين، بس الاضافات الاساسية اللي هو الفلفل الرومي او الفلفل الالوان، الزيتون، والجبنة الموتزاريلا. عندنا بقى جبنة تشيدر، عندنا جبنة رومي، اي نوع جبنة احنا بنفضل نستخدمه هنستخدمه. لو حبينا نعملها بالبسطرمة، بالسجق، باللحمة المفرومة، بالفراخ، بالتونة، اللي احنا برضو بنفضله هنستعمله. انا استعملت بسطرمة في الفطيرة الاولى، وبعد كده هحط اضافات تانية. لما بيكون عندي بواقي التلاجة يعني شوية كده صغيرين من اللحمة المفرومة، كنت عاملة سمبوسك مثلا او كنت عاملة جلاش او اي حاجة تاني واتبقى شوية، بحفظهم في كيس وممكن استعملهم في حاجة زي كده.
يعني ممكن بلفة جلاش وشوية كده من بواقي التلاجة نعمل بيتزا شرقي، وتبقى وجبة جميلة قوي وخفيفة وسهلة كمان، مش هناخد وقت خالص في التحضير. بعد ما حطيت الحشو في النص، ببتدي اخد الجزء اللي فاضل من الورق، طبعا كل الحروف اللي كانت بره الصينية طبقتها زي ما حضراتكم شفتوا كده، وبعد كده هحط ورقة على الوش وهدهنها بنفس الطريقة. الوش انا هحط فيه 3 ورقات او 4 ورقات، مش عايزة كمية كتيرة، انا عايزة الطبقة اللي تحت تكون هي اللي اكتر علشان الخلطة ما تبقاش كتيرة على الورق ويبوش مني لما اجي اطلع الفطيرة الاقيها بايشة من تحت، فهنحاول ان احنا نحط الكمية الاكتر من الجلاش تحت. واخر حاجة اللي هما ال3 او 4 ورقات اللي هرصهم على الوش، انا مش عايزة الحروف بتاعتهم تبقى كتيرة برة، يعني لو في حرف بسيط زي اللي حضراتكم شايفينه كده هلف وادخله جوه الصينية، وكده تبقى الفطيرة مترتبة وشكلها مدور وتمام. بدهن الورق الاخير او اخر ورقة بدهنها بالخلطة وهدخل الحروف دي، وكده بقت جاهزة، مش فاضل غير ان انا احط لها شوية اضافات على الوش بنفس طريقة البيتزا الشرقي. يعني احنا لما بنروح نشتريها من محل البيتزا او محل الفطاطري المتخصص في البيتزا الشرقي، بنلاقي في اضافات جوه الفطيرة وشوية اضافات كده على الوش، فاحنا هنعملها بنفس الطريقة. كده انا خلصتها خلاص، هحط الفلفل والزيتون وشوية من البسطرمة على الوش، وهحط كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا او الجبنة الرومي. مقاس الصينية ده 36، علشان كده انا حطيت لفة كاملة الا جزء بسيط قوي من الورق علشان هي مساحتها كبيرة، لكن لو الصينية عندنا صغيرة يعني مثلا صينية مقاس 28 او 26، اللفة الواحدة ممكن تعمل صينيتين بالمقاس الصغير، لكن لما تكون صينية كبيرة زي اللي انا مستخدماها كده فكفاية عليها لفة، لو قللناها هتكون رقيقة جدا. كده خلاص انا خلصتها، هركنها على جنب وهعمل الصينية التانية بنفس الطريقة. انا مش هجهز كل الخطوات تاني لان طبعا كانت واضحة لحضراتكم وسهل قوي، لكن هنا انا بوريكم الاضافات اللي هي بواقي التلاجة زي ما قلت لكم كده. كان عندي شوية من اللحمة المفرومة المعصجة، وساعات بتكون عندي لحمة مفرومة بالخلطة يعني فيها فلفل وفيها طماطم وفيها شوية اضافات كده وجزر مبشور، وبتكون طعمها حلو قوي، برضو استخدمتها بنفس الطريقة. كده انا خلصت ال3 صواني من اللفتين كاملين. بدخلها الفرن على درجة حرارة عالية، انا هنا ظابطة الفرن على 220، حطيتهم على الرف اللي في النص والنار من تحت بس، انا مش شغلت الشواية خالص، بس الوش بتاعها طلع ذهبي وجميل. لو احنا حابين الجبنة تكون واخدة لون خفيف فهنطلعها بدري شوية، هي قعدت معايا حوالي ربع ساعة، ما بتاخدش وقت كتير في الفرن لان درجة الحرارة عالية، الفطيرة مش سميكة قوي فمش هتغيب في الفرن، اهم حاجة ان نار الفرن تكون مظبوطة. لو الفرن عندنا هادي والنار هادية فهتاخد وقت اطول، والفترة الأطول دي بتخلي الفطاير عامة أو المعجنات تنشف، نحاول لما نيجي نسوي فطاير أو معجنات تكون النار بتاعة الفرن مظبوطة عشان لما نعلي درجة الحرارة التسوية تطلع معانا مظبوطة. أنا قطعت حتة علشان نشوف شكلها من جوه، ده شكل الإضافات من جوه الفطيرة وعلى الوش كمان، طعمها كان جميل جدا، الخلطة اللي استعملناها كانت حلوة قوي.